5 ستار دروب. اذا استبدلنا زر الديسلايك بزر اللايك راح نحصل على 5 ستار دروب، لكن نحتاج الكثير والكثير حرفيا من اللايكات. لكن الشيء الايجابي راح نحصل على 5 ستار دروب اسطوري، وكذلك راح نتخلص من التوكسيك. يعني اذا خسرت ما راح يحطوا لك ديسلايك، راح يحطوا لك جميع لايكات، يعني شيء ايجابي. لكن نترك شو ونركز انه حصلنا اكثر من 6 هايبر شارج. جاي الانجلو بايبر وايمز، وعندك فرانكو بارلي. راح نستحي هايبر شارج لجميع ذرا الابطال، لكن راح ندرس ذرا الابطال ونشوف شنو ناقصهم لاجل هذا الهايبر شارج. لكن مو هايبر شارج واحد، راح نستحي اكثر من هايبر شارج لاجل نخمن الهايبر شارج صحيح من بين هذني الاربعه. واهم شيء اذا حاب ترد تدعمني لا تنسى تشترك بالقناه، وبس خليكم يا الفيديو. جاي حرفيا هذا البطل ما ناقصه اي شيء، يعني اذا تروح تلعب هذا البطل راح تشوف انه حرفيا ما ناقصه اي شيء. اي مدى قريب او لاعب من المدى القريب راح يجمع على هذا البطل حرفيا، جاي راح يقدر يفوز عليه بكل بساطه من الجهاز او الضربات او السوبر. لكن شنو ينقص هذا البطل لاجل حصل على هايبر شارج؟ يعني حرفيا عنده جميع الميزات الا ميزه المدى البعيد، يعني حرفيا ما يقدر يجيب اي لاعب من المدى البعيد من قريب. على سبيل المثال دمج البطل جيد، مدى البعيد الخاص بالسوبر ايضا جيد، وكذلك ميزات هذا البطل جدا جيده، وكذلك من المدى البعيد مضاد للمدى البعيد والقريب بنفس الوقت، لكن المدى البعيد مو جدا جيد. يعني حرفيا كل شيء جيد الا ضد المدى البعيد. يعني حرفيا لازم نخلي الهايبر شارج مفيد للمدى البعيد، يعني لازم نخلي السوبر يروح على اللاعب ويجيبه ويجي، يعني نفس سوبر جين. لا انزل او تعرف فكره حلوه، لكن راح اسويها بطريقه مختلفه. بعد ما درست البطل جاي عرفت انه حيحصل على اكثر من 4 هايبر شارج من التصميم الخاص، يعني راح نقدم 4 هايبر شارج وراح نشوف اي واحد راح يتم قبوله. المهم بديت اصمم وكذلك بديت امنتج، وحرفيا هذه كانت النتيجه، صار عندنا اكثر من 4 هايبر شارج. الهايبر شارج الاول راح يخلي السوبر الخاص بجاي راح يصير مدى اكبر بشويه، وايضا راح يخلي اللاعبين يبطئون لمده اكثر من 5 ثواني، يعني راح يدفع اللاعبين الى الوراء، وكذلك راح يحصلون ايضا على تبطيء لمده 5 ثواني، او احتمال راح اسويها 10. احس انه هذا الشيء راح يفيده بالكره القدم بشكل مو طبيعي. الهايبر شارج الثاني، جميع نعرف انه جاي عند الستار باور راح يخلي اي شخص راح يضرب الجدار راح يتجمد، لكن فكره الهايبر شارج انه نفس هذا الستار باور لكن بدون ما يضرب اي شخص بالجدران، يعني بكل اختصار انه بس راح يضربك راح تتجمد، وهذا الشيء راح يخلي جاي انه يروح يتقدم على اللاعبين ويذبحهم بشكل اسرع، لكن مده التبطيء او التجميد الخاصه بالسوبر راح تكون اكثر من ثانيه او ثانيه ونص، يعني بكل اختصار راح يحصل دمج عادي بعد ما يتجمدهم. لكن السؤال هنا، اذا كان عند الستار باور استخدم الهايبر شارج يضربهم بالجدران وقد راح يصير المده؟ الهايبر شارج الثالث، جاي بعد ما يستخدم السوبر راح يرسبن في نهايه السوبر راح يرسبن اكثر من جليد راح يبقى لمده 20 ثانيه، او احتمال راح ياخذ نرف يصير اكثر من 15 ثانيه. والهايبر شارج الاخير باسم عاصفه الجليد راح جاي يضرب اكثر من سوبر من 4 اتجاهات، وهذا الشيء راح يخلي جاي يدفع جميع اللاعبين اذا كانوا من الوراء او للامام او من هذا القبيل. المهم جاي حاليا اعطانا اكثر من 4 اقتراحات. المهم ننتقل على انجلو. انجلو المدى البعيد جدا مناسب، لكن المدى القريب حرفيا جدا سيء، اذا ما شحن الضربه راح يصير فريسه جدا سهله، لكن عندك جادجت، لكن هذا الجادجت ما راح يساعدك بشكل اسرع، لكن نقدر نقول انه هذا مناسب. السوبر حرفيا جدا سيء، لان حرفيا ما يقدر يعالج فريقه او يستخدمه فقط النفسه، يعني راح يقدر يستخدم النفسه لكن مو بشكل جدا واسع. يعني نترك كل شيء ونركز فقط على السوبر. بعد ما شفت شكل السوبر حرفيا جتني اكثر من فكره، فلهذا بديت اصمم وبديت ابرمج، وحرفيا كانت النتيجه جدا رهيبه. بعد ما خلصت من كل شيء قدرت اصنع عليه اكثر من 3 هايبر شارج. الهايبر شارج الاول، السوبر الخاص بانجلو راح يصير اكبر، وكذلك راح يقدر يعالج الفريق، واهم شيء انه راح يخلي مده السوبر اطول. هذا الهايبر شارج راح يخلي استخدامات انجلو في مبات 3 ضد 3 جدا كثيره، لكن العلاج راح يكون فقط 1000 او راح يكون 500 او 700، وكذلك حجم السوبر راح يكون اكبر، وهذا الشيء راح يخلي اللاعبين ايضا يحصلون على دمج من خلال هذا السوبر، يعني راح يحصلون 1000 زياده من خلال هذا السوبر، يعني له فوائد جيده. الهايبر شارج الثاني، الفكره بكل اختصار ان السوبر راح يكون اكبر، لكن مو بميزة واحدة، هذا راح يكون إلى ميزة جدا رهيبة، إنه بعد ما راح يستخدمه راح يكون إلى حجم أكبر، لكن حيطلق سحابة من السوم. المدى الخاص بهاي السحابة راح يكون 4 بلوكات أو 5 بلوكات، وراح تخلي اللاعبين يحصلون على سم لمدة 3 ثواني، وكل سم راح يكون أكثر من 1000 دمج، يعني راح يكون دمج جدا مناسب. يعني تخيل إن شخص بمدى جدا متوسط راح تستخدم عليه هذا الهايبر شارج، راح يحصل على السم، وكذلك أنت راح تحصل على علاج ومدى أكبر للسوبر، يعني راح تروح يمين يسار، وهاي راح تقدر تذبحه بكل بساطة. لكن حرفيا جدا عجبتني. المهم الهايبر شارج الثالث، بكل اختصار الدائره لازم تكون كبيره، لكن الميزه الاضافيه انه راح تخلي اللاعب يشحن ضربته بشكل اسرع. جميعا نعرف انه انجلو لازم يشحن الضربه لاجل يضرب الضربه بشكل اسرع، ونعرف ان الضربه راح تشحن بشكل جدا بطيء، فلهذا خلينا انه هاي الدائره او السوبر راح يخلي الضربه الخاصه بانجلو تنشحن بشكل اسرع. واهم شيء اذا احد اصدقائك او احد اللاعبين من الفريق دخل في هاي الدائره ايضا راح يحصل على هاي الميزه، لكن بشكل بسيط على انجلو، يعني راح يكون التعبئه مختلفه على انجلو. هذه هي جميع الافكار الخاصه بهذا الشارج انجلو، لكن يوجد فكره رابعه
كنت أفكر بها لكن حذفتها. بكل اختصار إذا أي شخص دخل في أي دائرة راح يتخلي ضربات سامة مو فقط أنجلو. بايبر حرفين ما لها أي فرق بينها وبين أنجلو. الفرق الوحيد إنه بس عندهم فرق بالدمج وشحن الضربة ومن هذا القبيل وكذلك السوبر. الفرق الوحيد إنه هذا السوبر راح يعالجه وراح يخلي ضربات سامة، وأما بايبر راح تخلي فقط إنه راح ترمي قنابل وتطير المكان بعيد لأجل تخلي اللاعبين يحصلون دمج عليه. بكل اختصار استخدمت السوبر لأجل تهرب من شخص راح ينتظرك شخص في نهاية السوبر، فهذا حرفين جدا مزعج. فلهذا حليت المشكلة. بعد ما حللت كل شيء وجربت بايبر واستخدمت لها بعض الأشياء عرفت إنه تحتاج فقط إلى هايبر شارج 2. الهايبر شارج الأول أول ما تستخدم الهايبر شارج أو السوبر راح يخلي انفجار من بداية السوبر، وفي نهاية السوبر نفس الشيء. هايبر شارج الأول بايبر إذا كان أحد قريب من عدا راح تستخدم السوبر وتنتقل على الجهة الأخرى. في الجهة الأولى راح يحصل أي شخص موجود عندها إلا ستان أو راح يحصل على القنابل والستان بنفس الوقت، وبالنهاية أيضا راح يحصل نفس الشيء نفس انقطاع. بكل اختصار إنه بايبر بعد ما راح توصل للنهاية راح يظهر شيء نفس الضربة أو السوبر الخاص بميكو، وهذا راح يكون عبارة عن انفجار أي شخص كان داخل أي دارة لأجل يخلي اللاعبين يندفعون إلى الوراء. بمعنى إذا كان عندها السوبر بس ما كان عندها هايبر شارج راح تكون ضحية سهلة للاعبين، لكن إذا كان عندها هايبر شارج راح تكون ضحية جدا صعبة إذا كان أكو شخص في النهاية. يعني بكل اختصار النهاية راح تخلي اللاعبين يرجعون إلى الوراء لأجل بايبر ما تضربهم بهذه الضربة، ويعني حرفيا جدا مناسبة. الهايبر شارج الثاني بكل اختصار إنه بايبر بعد ما تستخدم السوبر راح ترمي قنابل عشوائية حرفيا بكل مكان إذا كانت طائرة أو بنفس المكان، يعني راح ترمي قنابل بشكل عشوائي نفس الجهاز الخاص بالديناماي. هذا الشيء راح يخلي بايبر يدمج اللاعبين وكذلك تخليهم يرجعون إلى الوراء بسبب هاي القنابل، وحرفيا دمجهم راح يكون ألفيا أو ألف، واحتمال يخلي الجدران يدمر، يعني شيء جدا مدمر. إيمز بكل اختصار إذا حد كان قريب من عدها راح يسوي مشاكل جدا كبيرة، لكن إذا كان بشكل متوسط راح يحصل على دمج جدا عالي، لكن عدها اختصار مفيد هو الجادجت، لكن إذا خلاص راح يسوي أيضا مشاكل. سوبر راح يخلي اللاعبين من المدى البعيد يتبطئون لأجل تقدر تذبحهم بكل اختصار، لكن أهم شيء لازم نعرفه إنه إيمز تحتاج بعض التعديلات. بعد ما جربت إيمز من جميع الأنحاء عرفت إنه هاي البطلة تحتاج إلى تعديلات جدا بسيطة فقط على السوبر. الهايبر شارج الأول إيمز بعد ما تستخدم هذا السوبر راح يكون حجما جدا كبير، وحرفيا هذا الشيء راح يخلي إيمز بسيطرة جدا كبيرة. الهايبر شارج الثاني أي شخص راح يدخل في دائرة الخاصة بإيمز راح يحصل على تبطئ بنسبة 50%، بمعنى إنه حرفيا ما راح يقدر يتحرك أو يهرب. الهايبر شارج الثالث راح يخلي السوبر الخاص بإيمز بشكل جدا كبير. والهايبر شارج الأخير أي شخص راح يكون قريب من السوبر راح يسحب هذا الشخص إلى الدائرة لأجل إيمز تقدر تذبحه، وتحسه شوية غريب. لكن ما فكرت شنو يصير إذا جمعنا جميع الهايبر شارج في هايبر شارج واحد. الهايبر شارج الأخير بكل اختصار الهايبر شارج راح يكون بحجم جدا كبير، وكذلك راح يحصل على سم لمدة جدا كثيرة إذا كان داخل هذا السوبر. يعني حرفين يوجد أيضا من ميزة، أولاً السوبر راح يكون كبير، وكذلك أي شخص راح يكون داخل هذا السوبر راح يحصل على تبطيء وكذلك سم، يعني حرفين راح يموت اللاعب بنسبة جدا عالية، وأهم شيء لازم السوبر يكون شحنه أقل. وهذه هي جميع الهايبر شارج الخاصة بإيمز، وهذا خسرنا. فرانك تم حذف هذا البطل بسبب إنه ما راح يكون إلى أي تعديلات جديدة للهايبر شارج. السبب هو إنه هذا البطل ما راح نعرف شنو راح يحصل على تعديلات من خلال الضربة والهايبر شارج. بارلي بطل من فئة القواذف، وحرفياً هذا يعتبر بطل قاذف جدا خرافي، لكن حرفياً ما سحب عليه بسبب الميزات العادية. درست هذا البطل وشفت إنه حرفياً ما ناقصه أي شيء، يعني دمجه جدا رهيب ولا ضربتين بالضربة الواحدة، وكذلك السوبر أكثر من 5 ضربات أو من هذا القبيل، يعني حرفياً حتى يقدر يعالج فريقه ويعالج نفسه من خلال ستار باور الضربات العادية والجادجت، يعني ما ناقصه أي شيء فقط التعديلات على الهايبر شارج الخاص بالسوبر. تركت كل شيء يخص البطل وركزت أكثر شيء على السوبر، وعرفت إنه السوبر حرفياً هو الشيء الوحيد اللي ما له أي فائدة. فلهذا درست على السوبر وكل شيء وعرفت انه هذا السوبر يحتاج اكثر من شيء. الهايبر شارج الاول بكل اختصار راح يخلي اي شخص ينضرب بهذا السوبر راح يحصل على سيم، يعني هذا الشيء راح يخلي اللاعبين يسممون بنسبات جدا عاليه، يعني شيء منطقي لان زجاج عباره عن سم من هذا القبيل. والهايبر شارج الاخير انه باري راح يرمي اكثر من 10 زجاجات، يعني بدل ما يرمي 5 راح يضيف 5 زياده، وهذا الشيء راح يسوي دمار جدا كبير، يعني تخيل الخزنه راح تدمر وكل النوبات حرفين يعني ضافوها راح يدمر كل شيء. والهايبر شارج الاخر انه باري راح يضرب اي شخص راح ياخذ على تبطيء، يعني اي شخص راح ينضرب بالهايبر شارج او السوبر راح يحصل على تبطيء لمدة 10 ثواني او 5، وهذا الشيء راح يسوي تبطيء جدا كبير للاعبين. شنو رايك نضيف ميزة السم والتبطيء بنفس الوقت؟ وهذا الشيء راح يسوي مشاكل جدا كبيرة للاعبين، يعني تخيل في ماب الخزنة وماب الجواهر ومن هاي القبيل، يعني حرفيا راح يدمرون بشكل وزعاج، يعني الوضع مزري. لحظة تريد تحصل على براول باس مجان؟ فهذا الحساب على الانستغرام راح يسوي جيف اويات على البراول باس، فلهذا لا تنسى تتابعه هذا اليوزر وتقدر تتابعه في الوقت الحالي. المهم مبسوطين لنا هذا الفيديو، لا تنسى تشترك بالقناة وبس، مع السلامة.